الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم واحد من الناس في رمضان. كل يوم في رمضان بننزل مع حضراتكم، معايا فريق عمل برنامج واحد من الناس، بنلف في شوارع مصر كلها ومحافظاتها عشان نقابل العمال والمزارعين والفلاحين والبنايين، الناس الطيبين اللي بيبنوا بيعمروا مصر في عز رمضان. ناس ليهم مننا كل احترام وكل تقدير وكل امتنان. يلا بينا في رحلتنا النهاردة إلى محور عمرو بن العاص. رمضان كريم يا رجال. يلا بينا على محور عمرو بن العاص ان شاء الله. الله يحمدك، عارف السكه معاك اللوكيشن. يلا بينا على بركه الله. محور عمرو بن العاص يعتبر ثاني محور مروري حر في محافظه الجيزه، بيربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقه تقاطع مع محور المريوطيه، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقه منشية البكات. طول المحور على ما أظن 4.5 كيلو، وعرضه 12 حارة مرورية. احنا داخلين دلوقتي على منطقة العمل بتاعة محور عمرو بن العاص من تحت، مظبوط؟ نزلني الحمد لله سمحت. شكرا جزيلا. السلام عليكم. كل سنه طيبين. رمضان كريم. الله اكبر. الله اكبر. اتعرف بحضراتكم واسم حضرتك. محمود محمد سعد. منين؟ تنفيذ. من القلوبيه من شميلانات. بتشتغل ايه حضرتك؟ مشرف تنفيذ. حضرتك؟ احمد عبد الحميد ابراهيم. منين؟ من فيصل. بتشتغل ايه؟ حدد مسلح. حضرتك؟ محمود محمد. منين؟ من العياط. بتشتغل ايه؟ امن صناعي. امن صناعي. حضرتك؟ محمود حلمي محمد. منين؟ من المنوفيه. بتشتغل ايه؟ براد. براد. اشرف رمزي رئيس نجارين حضرتك. اهلا وسهلا. منين؟ من سوهاج حضرتك. سوهاج. احسن ناس. منين؟ عبد الله محمود المهدي. منين؟ من المنوفيه. وحضرتك؟ اشرف ابراهيم. منين؟ كوماند من الامام الشافعي. كوماندا. كوماندا يعني كوماندا ده القائد اللي بيقود المجموعه. حضرتك جمال ابراهيم. كوماند شده من شبرا خيمه. اهلا وسهلا. احمد فرج نحات من شبرا خيمه. اهلا وسهلا. ايمن مندوب حدان نوسيم. اهلا وسهلا. اشرف لاشين من الشرقيه محافظه الشرقيه مركز مشروع السوق. اهلا وسهلا. ايه نجار مسلح. اهلا وسهلا. خالد احمد عبد محتي حجاج شغال نجار مسلح. اهلا وسهلا. رمول معاك كمان نجارين. منين؟ شبرا خيمه. ما شاء الله. مين تاني ما تعرفش عليه؟ ها وليد سعد نجار مسلح من القاهره. منين؟ القاهره. رئيس النجارين احمد رفاعي. رئيس النجارين. اهلا وسهلا. مين تاني؟ حاج زيدان امن. دكتور زيدان السيد رئيس امن محافظه الشرقيه. مين تاني؟ محمود عيد. منين؟ من منير. اولا انا اسف اني عطلتكم، انتوا بتعملوا عمل عظيم، بتعملوا المحور بتاع عمرو بن العاص، مظبوط؟ حاسين بايه بقى وانتوا بتعملوا موضوع جميل زي كده يعني في رمضان كده؟ حيوه ينفع كل الناس حضرتك. كل واحد يقول لي كده، يقول لي يا رب هو على الفطار نفسه في ايه؟ بص تبقى حلو. مين عايز حاجه لاولاده وبيقول يا رب لاولادي؟ ها ربنا يكرمهم. عندي ثلاثه. ها يعني مين ومين ومين؟ عندي محمد وعندي همس وعندي رميساء. وامهم؟ امهم. طيب ابعت لها رساله عايز تقول لها ايه بقى؟ ربنا يخليها للعيال ويكرمها. كل واحد يبعت رساله لاهله يقول لهم طبعا إيه؟ ربنا يسترها معانا دنيا واخره وربنا يخليها. كل سنه وانتم طيبين وربنا خلاص ان شاء الله. كل سنه وهم طيبين ويا رب كده اشوفهم احسن الناس، هم وكل الناس يا رب. يا رب اشوفهم احسن الناس. يا رب تشوفوا اولادكم احسن ناس، لان انتوا احسن ناس. انا مش عايز اعطلكم، احنا في رمضان وانا دخلت عليكم كده فجاه، والكوماندا ممكن يبقى يقول لي كفايه كده. بس انا يعني ايه، هنحاول كده نعمل شويه فوازير كده عشان نديكم بعض الايه الجوائز اللطيفه، ممكن؟ يلا جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول، مين المنتخب اللي فاز بكاس العالم الاخيره؟ الارجنتين. الارجنتين. 2000 جنيه. اسمك ايه؟ محمد رفعت. محمد رفعت مبروك 2000 جنيه اللي فعلا فاز بكاس العالم الاخيره الارجنتين. طيب برافو، سقفوا له بقى. طيب السؤال الثاني، مين لاعب الكره اللي اسمه ملك النص؟ خلاص اول اتنين دولت 2000 جنيه انتوا الاثنين، الف مبروك. مين هو النادي، مين هو النادي اللي اسمه نادي الشواكيش؟ انا سالت وانت فزت. تعالى تعالى. اسمك ايه؟ محمود. مبروك 2000 جنيه يا محمود. السؤال اللي جاي، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الشيء
وانتوا كلكم الناس شغالين في المعمار وشغالين في الهندسه وشغالين وكل حاجه، وانا صوتي واصل للكل. الشيء الذي ليس له بدايه ولا نهايه. مبروك. اسمك ايه؟ محمود. محمد احمد. محمود مبروك. الدايره فعلا هي اللي ليس لها بدايه ولا نهايه. حارس مرمى المنتخب المصري في بطولة 2006 2008. تعالى وتعالى انتوا الاثنين، 2000 جنيه 1000 جنيه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. احنا جايين عشان نقول لكم انتوا كلكم رجاله جدعان وكلكم تستاهلوا كل خير، واحنا حبينا بس نقول لكم في واحد من الناس ان احنا بنقدركم وبنحبكم وبنحترمكم. رمضان كريم، سلام عليكم. زي ما شفنا دول هؤلاء العمال والبنايين اللي بيبنوا هذا المحور اللي انتم شايفينه، محور عمرو بن العاص. المحور ده محور جميل، بيبنوه وبيصنعوه عمال مصريين بايد تستاهل الحرير، ايد تستاهل الشكر والتقدير. هم دول عمال مصر اللي احنا بننزل لهم كل يوم في رمضان.